أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. الحكومة تعد باستقرار اقتصادي خلال الأيام القادمة. السعودية تبدأ إجراءات طرد مئات الآلاف من العمال اليمنيين. ومن أخبارنا المنوعة، ثلاثة شعوب عربية بين أكثر شعوب العالم كسلاً. هل يحدث هذا فعلاً؟ وهل تحقق الحكومة ما وعدت به بجعل الأيام القادمة مستقرة اقتصادياً؟ عنوان موقع الصحونت: الحكومة تقول إن الأيام القادمة ستشهد استقراراً اقتصادياً. وطبقا للموقع، فقد قالت الحكومة الشرعية أن الأيام القادمة ستشهد استقرارا في الاقتصاد الوطني بالتعاون مع التحالف العربي ومع تنفيذ الإجراءات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية، والتي ستعمل على تطمين السوق المحلية التي اضطربت خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي. يأتي هذا فيما لم يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على الحد من المضاربة بالعملة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرارها وتعافيها أمام العملات الأجنبية وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية. حيث أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ستعمل جاهدة على تخفيف معاناة المواطنين، حيث اتخذت عدد من الإجراءات أدت إلى تعزيز قيمة الريال برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن. نطالع أبرز العناوين في الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مأرب. بعد أقل من يومين على إضرابهم، الإفراج عن 12 معتقلا من سجن بير أحمد. واقتصاديا، عنونت أخبار اليوم: الريال يواصل الانهيار واللجنة الاقتصادية تدعو للضغط على الحوثيين. وفي الشأن العسكري، عنونت عن تطورات المعارك في الساحل الغربي: الجيش يخترق المناطق الأكثر تحصينا للميليشيا في الحديدة، والاشتباكات تصل إلى شارع صنعاء. وعن أخبار جبهة أخرى، عنونت: مصرع العشرات من الحوثيين وقياداتهم في قصف مدفعي وجوي على صعدة ومعسكر في مستبى. وفي الشأن السياسي، عنونت: السفير الأمريكي يكشف عن عرض قدمه جريفيث للحوثيين عشية مشاورات جنيف. تسرد الكاتبة اليمنية سبا عباد ما حدث قبل ما يقرب من 100 عام، حين وصل رحالة إلى اليمن وتحدث إلى نساء في إب بضرورة أن تعتمد البلاد على نفسها في معاركها وتحديد مصيرها. تقول الكاتبة في مقتطفات من مقال نشر في الموقع بوست: أورد الرحالة التونسي عبد العزيز الثعالبي في كتابه الذي يتحدث فيه عن رحلته في اليمن قصة حدثت معه أثناء مروره بإحدى قرى إب، والتي تسمى قرية مطرح السجاني عام 1924، أي بعد تولي الإمام يحيى الحكم بسبع سنين وسيطرته على اليمن سيطرة تامة. سبع سنوات كانت عجافا على اليمنيين، ثقيلة على قلوبهم، لم ينلهم منها إلا الفقر والمجاعة والظلم والاستبداد. يذكر لنا فيها حديثا طويلا دار بينه وبين مجموعة من نسوة تلك القرية التي شهد لهن برجاحة عقولهن ونور بصيرتهن ووعيهن التام بما يحدث حولهن، من خلال ما تحدثنا به إليه عما آلت إليه أوضاع البلاد في ظل الحكم الإمامي الظالم. وكان مما دار بينهم من حديث سؤالهن عن رأيه في عودة الأتراك إلى اليمن كمنقذين ومخلصين، فقال إن الأتراك لن يعودوا، وأن على اليمنيين أن يكونوا أتراك بلادهم ويخلصوا أنفسهم بأنفسهم، فإن لم يفعلوا فليس لهم مما هم فيه من خلاص. عند هذه الجملة أتوقف مليا متسائلة، أو ليس كل ما حدث ويحدث من حولنا يؤكد لنا صدق مقولة الثعالبي بأن على اليمنيين أن يخلصوا أنفسهم بأنفسهم، وأنه لا خلاص لهم مما هم فيه طال الأمر أو قصر إن لم يكونوا هم مخلصي أنفسهم والمنتصرين لها من كل من تآمر عليها؟ أيها اليمنيون الأحرار، لا تنتظروا خلاصا من أحد،
فتشوا في أنفسكم، حتما ستجدون أن نهاية والبداية بأيدينا نحن، نهاية الظلم وبداية الحرية. آن أوان الشعب أن يقول كلمته ويضع نقطة آخرة سطر هذا الظلام، ولا بد للحب والصفاء أن يعودا إلى مجراهما في كل القلوب. وهذه هي بذرة السلام والانتصار. من بين الأخبار غير السارة لكثير من اليمنيين ما تداولته مواقع إخبارية حول العمال اليمنيين في المملكة العربية السعودية، حيث عنون موقع الحرف 28: السعودية تبدأ إجراءات طرد مئات الآلاف من العمالة اليمنية في زمن الحرب، حيث بدأت وزارة العمل السعودية تنفيذ قرار توطين المهن بمنافذ بيع 12 نشاطا في قطاع التجزئة على 3 مراحل، وهما يجعل آلاف اليمنيين على موعد مع الخروج ومغادرة المملكة نهائيا. وتشمل الأنشطة المعنية محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية. وبإعلان وزارة العمل السعودية الشروع بتنفيذ قرارات التوطين للسعوديين، يدخل اليمنيون طورا جديدا من المعاناة بالإضافة إلى الحرب، إذ سيتوجب على مئات الآلاف من العمالة اليمنية الاستعداد للرحيل الاضطراري والعودة إلى بلادهم التي تمزقها الحرب. إلى صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي عنونت: سفارة اليمن في القاهرة تحرم 50 طالبا رشحتهم وزارة التعليم العالي. ونقلت الصحيفة عن طلاب يمنيين قولهم إن وزارة التعليم العالي رشحتهم في وقت سابق للدراسة في مصر، وأن سفارة اليمن في القاهرة أوقفت الترشيح وإجراءات بدء الدراسة في محاولة لاستبدالهم بآخرين من ذوي النفوذ. وقال أحد الطلاب المرشحين إنهم حصلوا على معلومات تؤكد أن مسؤولين في السفارة اليمنية والملحقية الثقافية قرروا حرمان الطلاب من الدراسة هذا العام وتأجيلها إلى العام الدراسي القادم وتسجيل طلاب غيرهم. وكان قطاع البعثات والتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي أعلن أسماء 50 طالبا في مختلف التخصصات للدراسة في القاهرة، غير أن السفارة اليمنية هناك عرقلت معاملات الطلاب. وذكر طلاب لصحيفة الأيام أن مصدرا في وزارة التعليم العالي تمسك بحق الوزارة في اختيار الطلاب المستحقين بعيدا عن الإملاءات ولغة المصالح الضاربة. وقالت الصحيفة إن السفارة اليمنية سجلت العام الماضي 140 طالبا للدراسة في مختلف الجامعات المصرية دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي في الداخل. عن سبتمبر التاريخ الهدف والمنعطف، يكتب محمد شداد عن الثورة التي يحاولون محوها ويحاولون استبدالها بأيام أخرى، إلا أنهم في كل مرة يفشلون، يضيف الكاتب في مقال نشر في الموقع بوست. لم تكن ثورة 26 من سبتمبر ثورة عابرة، بل كانت ثورة الجمهورية الأولى والخلاص الأول للشعب اليمني المكبل بين أسوار الحصار السياسي والاقتصادي والفكري المضروبة حول اليمن من كل جانب، لكسر السيف وهدم السجن ودحض خرافة الإمامة وفزاعة الإمام. قامت لتهدم صنم السلالية الذي دعمته الدول بالعملة الفرنسية والذهب لوأد حلم اليمن الأول والمرتقب. سبتمبر التاريخ، أيلول اليمن، شكل محطة تاريخية حط فيها الشعب اليمني رحاله وغير فيها مساره وسقل في ظلالها صفناته وجياده وتهيأ للانتصار، المحطة الكبرى ثورة الألف عام. استلب فيها الشعب اليمني شمسه وضحاه من دجى الكهنوت ومن أحقاده الغائرات، تغنت فيها السماء وشد العازفون أوتارهم وطارت الأصوات صبيحة الثورة تنشد شعراً غناء هياماً ملأ الكون نشيداً وفرح. ترنم الشعب غداته بأحلامه ابتهاجاً وعزف أروع ألحانه فرحاً، وأوبت معه كل جبال اليمن من حضرموت الدان حتى أقاصي جبال صعد الحميرية. رددت سهوله وحقوله مواويله فملأت غلاله منها قمحها وأنواع رمانها والثمار. تشظت براكين ثورة 26 من سبتمبر في صدور الرجال، فشكلت سداً منيعاً أوقفت سيول الإمامة الجارفة بالأمس،
والتي كادت بظلالها أن تعود، غير أن رجال الشعب اليمني لن يخونوا أماناتهم التي أودعوها عندهم، لن يحيدوا عن الدرب الذي رسموه، ولن ينحنوا لباغ وذاقوا رحيق الحرية من شامخ كل تل وجبل. زرعوا فيه أشجارهم وأورقت عنده تضحياتهم وبثقت فيه أغصانهم، رووها بدمائهم الطاهرة الزكية فبلغت عنان السماء. من الواضح أن طرفي الأزمة اليمنية مصران على مواصلة المأساة في الأشهر القادمة على الأقل، فما الذي يدفعهما إلى المزيد من استنزاف ملايين اليمنيين الذين حول الصراع المسلح حياتهم إلى جحيم؟ في حوار له مع دوتش فيلا عربية، اعتبر الألماني جيدو شتاينبرغ الخبير لدى مركز الدراسات الأمنية والسياسية القريب من الحكومة الألمانية في برلين، اعتبر أن الحل السياسي للأزمة اليمنية عاد إلى موقعه المتعثر وأصبح بعيد المنال من جديد. وأشار الخبير في شؤون الشرق الأوسط إلى أن طرفي الصراع عاجزان عن حل الأزمة عسكريا، لكن الحوثيين يعتقدون أنهم قادرون على متابعة تحديهم للتحالف، كما أن السعودية والإمارات تعتقدان أن بإمكانهما السيطرة على ميناء الحديدة لإخضاع الحوثيين. وقال موقع دي دبليو إن الحديدة أصبحت رمزا لهذا التعثر، فهي المدينة التي يراوح الصراع مكانه عندها سياسيا وعسكريا منذ شهور. ويقول الموقع إن الولايات المتحدة ليست وحدها الداعمة للحرب، فهناك الحكومة الألمانية، وبالرغم من الأصوات المعارضة لتصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات لأنها وافقت على تسليم 8 غواصات حربية للسعودية. كما أظهر رد للحكومة الألمانية على استجواب لكتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني أن السعودية كانت في الربع الأول من عام 2018 المستورد الأول للأسلحة الألمانية في العالم. اتجه آلاف اليمنيين كما يقول العربي الجديد إلى قيادة الدراجات النارية بعد اندلاع الحرب، فبعدما كانت هذه المهنة حكرا على العاطلين عن العمل أو القادمين من الأرياف، باتت اليوم بمثابة المنقذ للشباب بمن فيهم خريجو الجامعات، وامتلأت شوارع العاصمة صنعاء بالدراجات في مشهد لم يعد يثير استغراب المواطنين. يقول مواطن للعرب الجديد إنه منذ تمكنه قبل 3 سنوات من امتلاك دراجة نارية لم يعد يحمل هم المصاريف، لأن هذه الوسيلة باتت توفر له دخلا ثابتا مناسبا لاحتياجات أسرته. ومنذ اندلاع الحرب قبل 5 سنوات بات اليمنيون يبحثون عن أي عمل حتى لو كان لا يناسب مؤهلاتهم، ويفضلون قيادة الدراجة النارية بدلا من الجلوس في البيت دون عمل. ورغم تعاظم استخدام الدراجات النارية كوسيلة للرزق، إلا أن الكثير من اليمنيين يخشونها لاستخدامها في السرقة، بل وصل الأمر بالبعض إلى تنفيذ عمليات القتل والاغتيال من خلالها. وبحسب تقارير سابقة فإن هناك أكثر من 1,000,000 دراجة نارية تستخدم كوسائل مواصلات أجرة في كافة المدن اليمنية، منها أكثر من 20,000 دراجة في العاصمة صنعاء. برميل بارود الشرق الأوسط يسخن مرة أخرى. تحت هذا العنوان كتب فيرد كابلن مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة. الكيفية التي قد يتعامل بها ترامب مع مجموعة الصراعات المتجددة التي قد تندلع في المنطقة هي مسألة أخرى تماماً، فحتى الآن لا توجد لدى إدارته أي سياسة تتجاوز الملاحظات الغامضة، وليست لديها أي استراتيجية حتى بالتعريفات الفضفاضة لهذه الكلمة، ولا تكتيكات دبلوماسية في جعبتها. وإذا كانت الأزمات الماضية لتشكل سابقة، فمن غير المرجح أن يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً على مستوى الوزراء لمناقشة القضايا المطروحة. في الآونة الأخيرة ظهرت في صحيفة الواشنطن بوست مقتطفات من كتاب بوب وادوارد الجديد الخوف ترامب في البيت الأبيض، والاكتشافات التي يعرضها الكتاب آسرة على الرغم من أنها لم تكن مفاجئة كثيرا. أخبر وزير الدفاع جيم ماتيس أحد أصدقائه أن فهم ترامب هو من مستوى الصف 5 الابتدائي أو 6، ووصفه رئيس هيئة الأركان في البيت الأبيض جون كيلي بأنه مشوش وأحمق. وقد أبعد بعض المساعدين أوراقا سياسية خطيرة من على مكتبه لمنعه من التوقيع عليها.
وكانت العديد من هذه الملاحظات مدفوعة بمسائل بسيطة فعلها إلى حد ما، لكن الشرق الأوسط هو نقيض البساطة، ففيه يكاد يكون تحقيق السلام مستحيلاً، في حين اعتقد ترامب أنه سيكون سهلاً للغاية وسلم الملف لجاريد كوشنر. في معظم الحالات سيكون أفضل ما تستطيع الولايات المتحدة أو أي قوة خارجية فعله هو النفخ على بعض أعواد الثقاب التي تشتعل في المشهد وإطفاؤها. ويواجه حتى الأشخاص الأذكياء حقاً والذين يعرفون ما يفعلون صعوبة بالغة في فهم ما يجري، ولذلك ينبغي إبقاء معتوه أبله بعقلية تلميذ في الصف السادس بعيداً، دعوه يلعب الجولف بقدر ما يريد. حذرت المنظمة الخيرية أنقذ الأطفال من أن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة سيموتون جوعاً هذا العام في البلدان التي تعاني من نزاعات، وعنون موقع شبكة البي بي سي: نصف مليون طفل سيموتون جوعاً هذا العام في مناطق النزاع. وقال مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية جيمس لاندن إن الوضع سيء للغاية، إذ تقول المنظمة إن نحو 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في مناطق نزاع سيحتاجون إلى علاج هذا العام بسبب سوء التغذية الحاد. لكن ووفقا للمنظمة فإن معظم هؤلاء الأطفال لن يحصلوا على العلاج اللازم، ولذا تقول المنظمة إن أكثر من نصف مليون طفل سيموتون. وألقت المنظمة باللوم على النقص المعتاد في تمويل برامج الأمم المتحدة والبرامج الإنسانية الأخرى، لكنها أشارت أيضا إلى أن المزيد من الأطراف المتحاربة تمنع عمدا تدفق المساعدات الإنسانية الطارئة. وتقول المنظمة إن وفقا لبيانات الأمم المتحدة كان هناك 1460 حالة خلال العام الماضي رفض فيها وصول المساعدات الإنسانية في مناطق نزاع، وهو ضعف عدد الحالات منذ عام 2012، ويعود السبب وراء هذا الارتفاع إلى القتال في جنوب السودان واليمن ومالي وسوريا. تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة كما ورد في صحيفة البيان من ضبط متهم هارب من حكم بالإعدام لاتهامه بقتل شقيقه. كانت بداية القصة عندما تلقى قسم شرطة الويلي بلاغا من أحد أصحاب المخابز يفيد بتردد أحد الأشخاص على المخبز بحثا عن فرصة عمل ولا يحمل تحقيق شخصية ويرتاب في أمره. قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ وتمكنت من ضبط الشخص، وتبين أنه هارب من تنفيذ حكم بالإعدام لاتهامه في جريمة قتل عمد. لكن الخبر هنا ليس لضبط قاتل أخيرا، بل لأنه عند الاستعلام عن المتهم بالإدارة العامة للأحوال المدنية تبين أنه مدرج كشخص متوفى، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر أنه عام 1992 قتل شقيقه لخلاف بينهما ولذا بالفرار، إلى أن تم ضبطه أن زوجته استخرجت شهادة وفاة له حتى تتمكن من صرف معاشه. منذ العام 2012 تنشر مجلة ذا لانست البريطانية العلمية مؤشر عن أكثر الشعوب كسلاً حول العالم، ومنذ 5 سنوات لا تزال النتائج هي نفسها، حيث خرجت إلى النور نتائج دراسة أجراها باحثون في منظمة الصحة العالمية حول معدل النشاط البدني عالمياً. وكشفت الدراسة بحسب ساسا بوست عن وجود 3 شعوب عربية بين أكثر 10 شعوب كسلاً في العالم، بينها الكويت التي حلت في المركز الأول عالميا. بحثت الدراسة في قصور النشاط البدني في الفترة من العام 2001 وحتى العام 2016 بالنظر إلى بيانات شخصية عن النشاط البدني جاءت من 358 استطلاعا شارك فيه 1,900,000 شخص بالغ عبر 168 دولة حول العالم. المعيار الأساسي الذي اعتمدت عليه الدراسة لقياس الكسل والقصور في النشاط هو عدم ممارسة التمارين والأنشطة البدنية الاعتيادية بحد أدنى 150 دقيقة أسبوعياً. وتتضمن الأنشطة الاعتيادية تلك الأنشطة البدنية التي يجريها الفرد مثلاً في المنزل والعمل ووسائل المواصلات ووقت الفراغ. شعوب الدول الأمريكيتين سيطرت على قائمة أكثر 10 شعوب في العالم كسلاً بوجود 4 دول بينها البرازيل، ودولتان تقعان في منطقة المحيط الهادي هما سامو الأمريكية وجزر المارشال وقبرص الأوروبية.
بالإضافة إلى 3 دول عربية آسيوية لم تكن فقط في قائمة أكثر 10 دول في العالم كسلاً، وإنما بين الأربع مراكز الأول، هي الكويت التي تصدرت القائمة، والسعودية التي حلت ثالثاً، والعراق التي جاءت رابعاً. نشرت صحيفة ديلي تيليغراف صور متنوعة من جميع أنحاء العالم، وكان لليمن جانب فيها بصورة لمجموعة مسلحين حوثيين في العاصمة صنعاء. تقول الريشة وتتحدث الألوان، وعلى هذا الأساس يبدع رسام الكاريكاتير في لوحاتهم ويتحدثون عبر الريشة الخفيفة على الورقة الثقيلة على من يخفونها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها. هذه هي الصور ورسوم الكاريكاتير، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج كشك الصحافة. في الغد حلقة جديدة، في أمان الله.